هي كمان ما يصيرش كلام على بعض. احنا حاليا مجمع الفاروق للأقسام الداخلية. هذا المشروع عبارة عن إعادة تأهيل مجمع الفاروق للأقسام الداخلية بالجانب الأيمن مدينة الموصل. تنفيذ الإشراف هو من جامعة الموصل بس التمويل من صندوق الأعمار. إعادة تأهيل هذا المجمع لمدة المشروع 365 يوم. باشرنا بهذا المشروع من 2/9 وما زلنا متواصلين ومستمرين بالعمل. زين، شنو هي المعوقات اللي واجهتوها من خلال عملكم في هذا المشروع؟ والله المعوقات كمية الأنقاض، هاي يعني إزالة الأنقاض من الموقع صراحة، كميات الحديد الموجودة أيضا بالإضافة إلى الأنقاض الموجودة، مخلفات عسكرية موجودة، كمخلفات عسكرية. تمام تمام تمام، هاي الجثث تمت إزالتها من قبل الدفاع المدني والمخلفات والطب العدلي والمخلفات العسكرية أيضا تمت إزالتها. والله هي عبارة عن مجمعات سكنية والشقق وتقريبا تسع الأكثر من 3000 طالب. يعني هذا المشروع راح يساهم بإعادة الطلاب المحافظات إلى هذا القسم. وأيضا الحركة إن شاء الله للجانب الأيمن. إن شاء الله إن شاء الله. تقريبا مدة العمل مالكم ممكن أن تكون هي أقل من المدة اللي. والله نحن نحاول أن تكون أقل من المدة الممكنة، بس احتمال راح تصادفنا معوقات أمطار، يعني احتمال تزيد أو تقل المدة.